قبضة رجال الأمن. مواطن أطلق النار في الهواء بمكان عام معرضا حياة الآخرين للخطر. تم القبض. مواطنان ظهر أحدهما في مقطع فيديو وهو يهدد أحد الأشخاص ويسيء له بألفاظ خادشة وبحوزته سلاح، والآخر قام بتوثيق ذلك. تم القبض. مواطنان قام بكسر زجاج مركبات متوقفة والاستيلاء على ما تحويه، وذلك باستخدام مركبة مسروقة. تم القبض. 4 مواطنين سرقوا خزنة بداخلها مبلغ 30,000 ريال إثر كسر الباب الخارجي لشقة سكنية والاعتداء على ساكنها وتهديده بسلاح ناري والاستيلاء على مركبته والهرب بها. تم القبض. مقيم من الجنسية الباكستانية قام بنقل 13 مخالفة لنظام أمن الحدود، 9 من الجنسية التشادية و3 من الجنسية السودانية و1 من الجنسية النيجيرية. تم القبض.